ازيكم يا اصحابي وعاملين ايه؟ النهارده يا كي جي 1 هناخد حرف جديد من حروف اللغه العربيه. الحرف صاحبنا النهارده اسمه حرف الراء. حرف الراء، حرف الراء يا كي جي 1 ما عندوش ايد بيمسك بيها اصحابه، لما بيجي شكله واحد، لما بيجي في اول الكلمه زي شكله في نص الكلمه زي شكله في اخر الكلمه. حرف الراء ما بيمسكش ايد اصحابه، شكله عامل ازاي؟ سنة صغيرة بتخبط في السطر وتزحلق تحت السطر. طيب تعالوا نشوف مين هم اصحاب حرف الراء. ممكن اقول راء رجل، راء رجل، راء رمان، راء رمان، راء ريشة، راء ريشة. برافو عليكو. راء رأس، راء رأس، راء رموش، راء رموش، راء رقبة، راء رقبة. طيب حرف الراء لما بيجي فوقيه التشكيل بتبقى ايه أصواته؟ حرف الراء عنده فتحة بقول عليه راء راء. حرف الراء عنده ضمة بقول عليه رو رو. حرف الراء تحتي الكسرة بقول عليه ري ري. حرف الراء عنده السكون بقول عليه ر ر. برافو عليكم، شاطرين جدا. يلا بينا نشوف أصحاب حرف الراء وهو فوق راسه التشكيل. ممكن أقول را رجل، را رجل، رو رمان، رو رمان، ري ريشة، ري ريشة. طب يلا بينا بقى دلوقتي يا أصحابي نشوف طريقة كتابة حرف الراء. دلوقتي يا كي جي 1 هنشوف مع بعض طريقة كتابة حرف الراء. حرف الراء سهل جدا، سنة صغيرة فوق السطر وتزحلق بعيد تحت السطر. حرف الراء لما بتيجي فوق راسه الفتحة بقوله راء راء. حرف الراء لما بتيجي فوق راسه الضمة بقوله رو رو. حرف الراء لما بتيجي تحتي الكسرة بقوله ري ري. حرف الراء لما بتيجي فوقي السكون بقوله ر ر. طيب ازاي اكتب حرف الراء؟ بقف عند النقطة فوق السطر، أعمل سنة صغيرة جدا بتخبط في السطر وتزحلق بعيد تحت السطر. سنة صغيرة جدا فوق السطر وتزحلق بعيد تحت السطر. دلوقتي يا أصحابي احنا تعرفنا خلاص على حرف الراء. إن شاء الله الفيديو الجاي نتعرف على حرف جديد. باي باي.